أهلا بكم مشاهدينا من جديد. انطلقت جلسات المؤتمر الدولي Unbound بحرين للابتكار، والذي يعود مرة أخرى للمملكة ليعقد يومي 6 و7 مارس، حيث يعتبر Unbound البحرين أكبر مؤتمر يعنى بالابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد الفعاليات الرئيسية ضمن أسبوع البحرين للشركات الناشئة الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادي. ويقام المؤتمر هذا العام بدعم من صندوق العمل تمكين كشريك استراتيجي ومجتمع الشركات الناشئة في المملكة وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية. واستهلت جلسات المؤتمر بكلمة افتتاحية وجهها خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أشار فيها إلى الاهتمام الكبير في المنطقة لاحتضان ودعم الشركات الناشئة مع ما يشهده العالم من متغيرات تكنولوجية وما حققته مملكة البحرين خلال السنتين الماضيتين في خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة. حذر مصرف البحرين المركزي للمستهلكين من التعامل مع الرسائل النصية القصيرة SMS والمكالمات الهاتفية والمواقع الإلكترونية التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية بما فيها العملات الأجنبية. ويأتي هذا التحذير نتيجة ما يتم تداوله وترويجه من خلال إعلانات صادرة من شركات غير مرخصة في مملكة البحرين عبر رسائل SMS وشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بوعود لفرص استثمارية ومكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض المستهلكين إلى خسائر مادية كبيرة. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث انخفض مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.25% بإقفال عند مستوى 1410 نقاط، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والفنادق والسياحة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,607,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 649,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 64 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8530 نقطة بانخفاض نسبة ربع نقطة مئوية تقريبا، وذلك عائد بشكل رئيسي لخسائر الأسهم القيادية. ونتحول إلى الرابح الوحيد مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على ارتفاع نسبة 0.44%، وذلك بدعم من تقدم أغلب مؤشرات البورصة وعلى رأس سهم قطاع العقارات. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجعا نسبته 2.17% نتيجة لهبوط مؤشر قطاع البنوك، فيما أقفل سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 0.40%، وذلك عائد لانخفاض كبير لأسهم شركات الخدمات. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على انخفاض نسبته 0.35% مع تراجع مؤشر قطاعي الخدمات والمال. تمضي الخطة السعودية قدما للتوسع في مجال الطاقة المتجددة وتنويع الشراكات مع الدول ذات الخطة التقدمية في المجال، مما يسهم في بلورة صورة أكبر لتعظيم القطاع مع بلوغ رؤية 2030. وتتبلور الخطة مع طرح مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من خلال طرح 9 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة ترغب المدينة في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم
إبراهيم رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية إن خطط الطاقة المتجددة ستعزز فرص التوطين والشراكات العالمية مع عدد من الدول المتقدمة. وأضاف إبراهيم أن القدرة الكهربائية التي تتراوح من 27 إلى 57 جيجاوات في عام 2030 ستتولد من الطاقة المتجددة، وستتراوح حجم الاستثمار فيها 40 مليار دولار إلى 80 مليار دولار. أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 13,948 حسابا لترويج وبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2018، وبلغ عدد المتابعين لتلك المواقع ما لا يقل عن 77.9 مليون متابع. وتم رصد هذه المواقع من خلال شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية في اقتصادية دبي، وتوزعت المواقع المضبوطة ليشهد تطبيق إنستغرام حصيلة الأسد بإغلاق 13,529 حسابا، كما تم ضبط 419 حسابا على موقع وتطبيق فيسبوك. إلى جانب ذلك، أغلقت اقتصادية دبي 45 موقعا إلكترونيا يروج لتلك البضائع المقلدة من خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية وعدد من ممثلي أصحاب العلامات التجارية من مكاتب المحاماة. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: شركة علي إكسبرس تعلن عن إطلاقها خدمة بيع السيارات عبر الإنترنت في روسيا. أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة الاتحادية سجلت فائضاً قدره 9 مليارات دولار في يناير، وقالت الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في يناير الماضي بلغ 331 مليار دولار بارتفاع نسبته 6% عن الشهر ذاته من عام 2018، بينما بلغ حجم المبالغ المستلمة 340 مليار دولار بانخفاض 6% عن يناير 2018، ووصل حجم العجز للسنة المالية حتى الآن 310 مليارات دولار مقارنة مع 176 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام. رفضت حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة المفوضية بشأن غسيل الأموال، وكان مصدر دبلوماسي قال في تصريح سابق أن 27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد رفضت قائمة المفوضية حول مكافحة غسيل الأموال. وأوضح المصدر نفسه أن قرار الرفض سيعلن رسميا يوم الخميس المقبل من قبل اجتماع مجلس وزارة الداخلية والعدل في بروكسل. وأشار المصدر الأوروبي إلى أن الدولة الوحيدة التي لم تحسم أمرها برفض القائمة هي بلجيكا، حيث لم تحدد بعد موقفها الرسمي من تلك القائمة. تخطط الصين لتخفيضات في الضرائب وإنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية في مسعى لدعم اقتصادها الذي تباطأ في 2018 إلى أدنى معدلاته في نحو 30 عاما. وقال رئيس الوزراء الصيني في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني أن الحكومة تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 و6.5% في 2019، وحذر من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، وتعهد بإبقاء الاقتصاد على أرض صلبة بمجموعة من الإجراءات التحفيزية. والآن مشاهدينا، أترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلنت شركة علي إكسبرس، أكبر موقع صيني للتجارة عبر الإنترنت، عن إطلاقها خدمة بيع السيارات في روسيا. وذكرت صحيفة كوميرستات أن أول شركاء علي إكسبرس في هذه الخدمة ستكون شركة تشيري الصينية لإنتاج السيارات، التي ستعرض عبر الإنترنت سياراتها وقطع الغيار والإكسسوار لها. وأضافت الصحيفة أنه سيتم لاحقا عرض ماركات أخرى من السيارات، ولكنها لم تحدد بعد مع أي شركات ستتعاون علي إكسبرس. وتؤكد الشركة الصينية العملاقة أنها باشرت في بيع السيارات عن طريق الإنترنت في روسيا لملاحظتها وجود اهتمام من الزبائن بالسيارات والدراجات النارية.